إذن أعزائي المشاهدين، سأتحدث معكم عن الملاحظة الأخيرة اللي سجلها أحد المستطلعين في الاستطلاع السابق اللي أعدوه زملائنا في استوديو اليرموك في قناة اليرموك، واللي قال أنا نازل على الشارع بدي أشتغل، يعني أنا بشتغل بقوت يومي. وهذه واحدة من الأعراض التي يجب أن نلتفت لها، واحدة من الزوايا التي يجب أن نقوم بتدويرها. هناك نتيجة القرار، وهو قرار محق يحتاجه وتحتاجه الصحة العامة والسلامة العامة في الدولة الأردنية، قرار التعطيل والجميع يجلس في بيته. لكن في ناس ما عندها راتب، وفي ناس ما عندها ادخارات، وفي ناس بتشتغل بقوت يومها، يعني اليوم قوة العمل، نتيجة العمل، أجر اليوم، اليوم لمياومة هو اللي بيخليني أنا وأولادي نستمر ونستطيع أن نأكل أو نشرب. إذا تعطلت اليوم وعطلت بكرة وعطلت بعد بكرة وأسبوعين، مين إلي أنا؟ كيف بدي أقدر أقدم الإعالة لأسرتي؟ وهذا اللي حكاه أحد المستطلعين في الأخير، سأل وتساءل وقدم سؤال كبير. ولذلك هون بيجي التكافل الاجتماعي، هون بتيجي دورنا، هون بتيجي قيمنا وأخلاقنا وعاداتنا الأردنية، وهون بنكون على المحك. جاري بدق عليه بسأله كيف وضعك، وين انت، وين رايح، القصعة الحارة. وهون لفت نظري مبادرة لشباب من عندنا، من قريتي اللي بعتز فيها، قرية ساكب في جرش. شباب على طول، فزعة شباب ساكب، إحسان ساكب، مبادرة البدأ كله يتحدث، مجموعات بتتشكل على الواتس أب كلها بتتحدث، يا إخوان كيف بدنا نساعد هاي الناس. أكيد في عندنا بهالقرية، بهالقصعة، بهالحارة، وأنا أتحدث عن قريتي، وأنا بتشرف بهذه اللحظة أني بحكي عن موقف لشبابنا اللي بتنومس فيهم وأفتخر فيهم. تداعوا من كل مكان، وبدأ النقاش والحوار على مواقع التواصل الاجتماعي كيف بدنا نساعد هؤلاء اللي إذا قعد اليوم هو عائلته في عنده مشكلة، لأنه لازم يخرج للعمل ثم يتلقى أجره ثم يعيل أسرته. هذا نهيك عن الفقراء والأسر التي لا يوجد لها معيل، نهيك. وإحنا بنعرف يا أخوان، نعرف في قرانا وحاراتنا في مخابز، اسألوها بتقول لك في ناس بيجوا علينا وبتداينوا الخبز، ما بيشحدوه. أسرة عفيفة بتكون محترمة ومقدرة. هذا عامل المياومة، هذا إنسان محترم ومقدر، بيعيش من يعني عرق جبينه. ولذلك شبابنا اليوم، وأنا بعتز وأعتقد أني بطالب بتعميم ما جرى في قريتي، في قرية ساكب، على كل الأردنيين في قراهم، في المخيمات، في الحارات، في كل مكان، في كل تجمع، أن ننتبه لبعضنا البعض، لأنه هذا هو التكافل، هذا هو الكتف على الكتف، هذا هو الساعد في الساعد. وكلياتنا بحاجة اليوم نوقف مع بعضنا البعض. لذلك كانت مبادرة محترمة من شباب إحسان ساكب، من كل شباب ساكب كانت في البداية، وفي النهاية شباب إحسان ساكب، وهو إحدى التجمعات المحترمة اللي متواصلة مع قضية الفقر والحاجات في قريتي، قامت بمبادرة إنها تساعد هؤلاء، ورح نحكي عنها. ومعنا على الهاتف المهندس علاء العياصرة، أحد الفاعلين في مبادرة إحسان ساكب، وأحد أيضا الناشطين في قضية مساعدة عمال مياومة في القرية. مساء الخير مهندس علاء. مساء الخير باشمهندس. مساء النور. هلا ابو عمر، الله يسلمك ويبارك فيك ان شاء الله. يعني سؤالنا السريع، كيف فكرتم بهذه المعادله، معادله انه في ناس الان احنا كلياتنا جالسين في بيوتنا، في قرار من الدوله والحكومه الزم حلس بيتك، ففكرت انه في ناس لا يعني لازم نساعدهم، حدثني كيف اندحرجت الفكره حتى وصلت لهذه المرحله؟ والله بالبداية بدي أشكر قناة اليرموك، هاي القناة الوطنية بامتياز، وأطلب من الله عز وجل أنه هالأزمة تعدي على خير بأقل التكاليف والأثر الاقتصادي على الوطن وعلى المجتمع جميعا. آمين. إحنا في مبادرة إحسان ساكب بصراحة إحنا موجودين من 2011 وبنشتغل نوعا ما، بننظر إلى المساعدة من زوايا مختلفة قد لا تكون تقليدية بطبيعة عمل الجمعيات الخيرية. بنحاول نكون يعني متخصصين أكثر في أنه ننظر من جهة أخرى على مبدأ الإحسان بالإحسان. لما صارت الأحداث هاي وتعطل مرافق الحياة العامة، في فئة في المجتمع يمكن الناس كانت تتحدث عن الأثر الاقتصادي اللي موجود لهاي الأزمة، بنوعا ما يتحدثوا عن الشركات الكبرى، عن التجار، لكن في فئة مش الكل انتبه إلها، اللي هي الفئة
اللي كما قال رسول الله السلام تغدو خماصا وتعود بطانة. الناس اللي إذا اشتغل روح معه مصاري تعشى، إذا ما معه مصاري يمكن ينام بالعشاء. فهاي هاي تناقشنا هيك إحنا على الجروب مجموعة من الشباب إنه كيف ممكن نساعد هذول الناس، فأطلقنا مبادرة وفزعة لهذول الناس بإنه إحنا ندفع نساهم معهم بجزء من يوماتهم. يعني تكون 50% من يومية هذا العامل. وأطلقنا هاي المبادرة اليوم والحمد لله كان في تفاعل كبير منها من الناس بأنه نلم مبلغ بحيث أنه إحنا نغطي تكاليف هذول الناس خلال فترة الأسبوع القادم، بأنه ندفع جزء من يوماتهم، نسكر نحاول نوقف معهم ونسكر جزء من التزاماتهم على أمل إنها الأمور تمشي معهم إلى أن الله عز وجل يفرجها علينا وعلى الجميع. تجاوب الناس معكم مرة أخرى؟ أنت ذكرت أنه كان في تجاوب جيد، وصف لنا إياه تجاوب الناس. يعني لحد الآن الحمد لله التجاوب ممتاز جدا. إحنا تقريبا كنا حاطين تارجت 3000 بالأول، ولما شفنا حالنا قربنا نوصله رفعنا السقف ل 5000 دينار. إن شاء الله إحنا على مشارف أنه نأمن المبلغ وبزيادة إن شاء الله، بحيث أنه إحنا يعني هدفنا أعددنا قوائم بهؤلاء العمال اللي موجودين في ساكب، لأنه إحنا عائلة واحدة ومنعرف بعض كويس. أعددنا قاعدة بيانات وتصنيفات للأحوج فالأحوج فالأحوج على أمل أن نساعدهم خلال الفترة القادمة بمساعدات مالية وعينية كمان، يعدوا هاي الأزمة، نسكر جزء معهم من رمق أولادهم ومصاريفهم اليومية إن شاء الله. نعم مهندس علاء، بدي أشكرك شكر جزيل وتحية من الأردنيين كلهم لهؤلاء الشباب اللي بادروا بمثل هذا الفعل اللي يعني كنا بنتنومس فيه، وأنا بعتز فيك مهندس علاء وبعتز بكل الله يبارك فيك. الله يبارك القرية فيك على هذا الجهد الكبير اللي ببذلوه، وأنا حبيت اليوم تكونوا موجودين أمام الجمهور حتى يسمع هذا الجمهور في كل الوطن إنه فعلا إحنا بحاجة نعرف ما هي حاجات جيراننا وأقاربنا والقريبين منا حتى نتكافل ونتعضد حتى نتجاوز هذا الوباء الخبيث. شكرا لك، شكرا لك مهندس علاء. أشكرك أستاذ عمر، شكرا لك. إذن كل الشكر للمهندس علاء العياصر، أحد الفاعلين في مبادرة إحسان ساكب. وحقيقة مرة أخرى هذه التجربة نوعية، منذ أن أعلن عن قصة التعطل العام للحياة وللمرافق أنا شفت بأم عيني تدافع الجميع، حتى من قوى يعني تتعلق بمنتخبين في اللامركزية في 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 القرية البلدية أيضا تفاعلت مع هذه المسألة، وهؤلاء الشباب اللي يعني قرروا في النهاية أن يقوموا بدور. فلنعمم ذلك، فلنعمل على التساند والتعاضد حتى نصل إلى لحظة نعبر فيها هذه الأزمة، حتى نصل إلى لحظة يشعر الجميع أن الجميع في خدمة الجميع. اليوم أطلقت حتى في إطار هذه الدعوات من يطالب بأنه يا أخوان نظر إلى ميسرة، يا أخوان اللي له أجار دار على واحد صعب وظروفه خليه يتجاوز عنه هذا الشهر. وباعتقادي أن الأردنيين رح ينجحوا بامتياز في تجاوز هذه الأزمة، وتحت عنوان نحن نحب بعضنا البعض، وتحت عنوان أنه إحنا عاداتنا وتقاليدنا وديننا سوف من خلاله ومن خلال يعني هذه القيم اللي ورثناها عن الأجداد نوقف مع بعضنا البعض. حبيت بس ألقي الضوء على هذا الجانب اللي لازم ننتبه له، وألقي الضوء على جانب إيجابي شفته في قرية ساكب، البلدة الذي اعتز أنني منها وبها يعني ومن خلال شبابها بعتز فيهم وبجهودهم الجبارة. نكتفي، نذهب إلى وقفة قصيرة ثم نعود.